Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vidéo. Alors aujourd'hui, inchallah, on va voir avec vous un exercice بالنسبه للتلاميذ ou la bac science math. Et donc, غادي نخدم معكم واحد التمرين اللي هو مهم خاص بالدرس ديال لي زونسومبل, surtout le partie ديال ensemble des parties d'un ensemble. Voilà. Donc, اليوم غادي نحاولوا نخرجوا هذا التمرين هذا غير question. Ou had la question hadi Gatlina montrer que d'abord soit E et F deux ensembles. Voilà. Donc on a E ou F huma واحد deux ensembles. طلبوا منا اننا نمونطريو بلي E inclut F équivaut à P de E inclut P de F. Donc pour montrer had هاد ليكيفالونس هادي غاتجينا ان بو ديفيسيل. سي بور سا غادي نحاولوا نمشيو بالدوبل امبليكاسيون, غنحاولوا نخدموا بالامبليكاسيون الاولانيه صافي غنسيبوزيو هادي وغنمونطريو هادي, و الامبليكاسيون الثانيه غنسيبوزيو هادي وغادي نمونطريو هادي. فوالا, اذا الي سي بارتي. اذا فوالا, اول حاجه غنمشيو بها هي الامبليكاسيون الاولانيه. إذا نخدمو بدوبل امبليكاسيون, إذا غنسيبوزيو هادي. دونك سيبوزون كو E انكلو F, E انكلو F, إيمونطرون كو P دو E انكلو P دو F. مزيان, دابا هادي صافي سيبوزيناها بلي راها صحيحه, ما عندناش مشكل معاها. دابا غنمشيو نمونطريو هادي. دونك غادي نقولو عندنا دونك اون مونطر كو غادي نمونطريو بلي بي دو او انكلو بي دو اف. مزيان, دابا انا الا بغيت نبين بلي بي دو او انكلو بي دو اف شنو كتعني هادي؟ اذا بغيت نبين بلي, اذا pour montrer que بي دو او انكلو بي دو اف شنو غادي نمونطريو؟ دونك هنا فاش كنبغيو نمونطريو لانكلوزيون كنحاولو هادشي ايكيفو ا شنو كيكون عندنا واحد ليليمون سميو حنا غران اكس, سميو غير اكس, مهم اكس اللي كيكون ابارتيان لهاد بي دو او هادي, امبليكو نفس ليليمون اللي هو اكس يكون ابارتيان لبي دو اف. فوالا, دونك هادي راه هي هادي. بغيت نمونطري هادي صحيحه, شنو غادي ندير؟ غنطلق من هنا, غنبقى غادا بلي زامبليكاسيون حتى نوصل لهنا. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ انا بغيت نمونطري هادي, بغيت نمونطري بلي هادي انكلو هادي. الا بغيت نمونطري هادي انكلو هادي il suffit باش نمونطريها بلامبليكاسيون. سا فو دير نقول بلي عندي واحد ليليمون اللي كينتمي ليا لهاد البي دو او, امبليك كو نفس داك ليليمون كينتمي ليا البي دو اف. اذا اول حاجه شنو قلنا غادي نطلقو؟ غادي نطلقو من اكس ابارتيان بي دو او. وباش تبينوا مزيان البروف ديالكم حاولوا هادشي كتبت لكم هنايا تكتبوه هنايا باش تبينوا لي. دونك اون مونطر كو هادي سا فو دير او بيان. اذا هنا ديجا هادي عندي هنا, دونك بلا ما نعاود نكتبها هنايا نكتب هذيك اللي غادي نمونطري. دونك شنو غادي نمونطري؟ غنمونطري كو كاين واحد الاكس كي ابارتيان لبي دو او, امبليك كو داك نفس ليليمون اللي هو اكس appartient le P2F. نكتبو هنايا tel que x est un ensemble. Voilà. اذا هنا غادي نقولو غادي نطلقو اذا من x appartient P2E, donc عندنا x appartient le P2E. هادشي ايكيفو ا. مزيان, دابا ديجا شفنا, ديجا غتكونوا عارفين
فاش كتكون عندنا واحد لونسومبل لي ابارتيان بي دو او دونك عندنا او ابارتيان اكس باردون اكس ابارتيان لبي دو او هادشي شنو كيعني هادشي كيعني بلي ايكيفو ا اكس اي انكلو دون لونسومبل او فوالا اذن ici directement غادي نجيو نقول لهم هنايا بلي هاد ليليمون هذا لونسومبل هذا باردون هاد لونسومبل هذا اكس راه انكلو دون او و ديجا راني سوبوزيت كو او اي انكلو دون اف وعندي اي او انكلو دون اف دابا هنا غنستعملو حاجه اخرى حنا شفنا عاوتاني فاش كتكون عندنا x inclus dans l'ensemble e et e inclus dans l'ensemble f هادشي شنو كيعني هادي inclus dans هادي وهادي inclus dans هادي دونك هادشي كيعني كو x راه inclus dans f فوالا ميرسي اذا هنا غنديرو implique que x est inclus dans f و الى كانت عندنا اكس اكس انكلو دون اف الوغ هادشي كيعني لي ايكيفو ا كو هاد اكس هذا هاد لونسومبل هذا غيكون ابارتيان ولكن بي دو اف فوار هادشي غتكونو شفتو في الدرس اذا نفس الحاجه غادي نكتب هنايا دونك امبليك كو اكس ابارتيان ا بي دو اف فوالا دونك ici quand vous voyez شنو مونطريت مونطريت هادي اللي عطيني هنايا انطلقت من هادي اللي هي هادي بقات غادا بلا زامبليكاسيون توصلت لهادي دونك شنو دونك هاني مونطريت دونك هاني بينت دونك x appartient p de e implique que x appartient à p de f voilà هادشي كيعني عاوتاني دو او بيان سيتادير بلي بي دو او انكلو دون بي دو اف فوالا دابا يلاه بينت لامبليكاسيون الاولانيه دابا غادي نمشي ندوز لامبليكاسيون الثانيه دونك لامبليكاسيون الثانيه شنو غادي سيبوزي فيها هاد المره غادي نسيبوزي هادي دونك سوبوزون ك بي دو او انكلو دون بي دو اف اي مونطرون ك وغادي نمونطريو هادي اي مونطرون ك او انكلو دون اف دونك انا بغيت نبين بلي او امبليك دون اف اولا الا ديجا شفتو بقيتو عاقلين كو الا بغيت نبين او انكلو دون اف هادشي ايكيفو ا دونك انا كتولي عندي نكتبها هنايا دونك انا كتولي عندي لامبليكاسيون كيولي عندي واحد لونسومبل كينتمي ليا الاو و ميم اونسومبل كينتمي ليا الاف فوالا اذا بغيت نمونطري هادي il suffit de montrer هادي Si tu veux montrer هادي, il suffit de montrer هادي par l'implication باش تجينا facile على هادي. إذن ici غادي نقولو et montre que هادي. Donc هنا غنقولو on montre que شنو غادي تمونطري إذن؟ غتمونطري بلي كاين واحد لونسومبل من E implique que même ensemble appartient لF. ماشي اذا غادي تنطلق سيدي من x appartient e donc x appartient à e implique ديجا غتكونو شفتو في الكور كو الا كانت عندي x appartient ل e هادشي ايكيفو ا
دير باللي غنديرو ليها ان سانغلو طون دونك غتولي كتسمى سانغلو طون دو اكس غيولي ابارتيان لبي دو او دونك هادي ديجا تكون شفتوها في الكور دونك كانت عندي هادي راه هي هادي هادي راه امبليك هادي اذا غادي نجي نكتب انا هنايا كو هادي امبليك سانغلو طون دو اكس ابارتيان بي دو او ensemble des parties d'un ensemble et déjà atteigné ou déjà supposé que P de E inclut dans P de F et on dit A P de E inclut dans P de F شنو كتعني هادي كتعني بان داك ليليمون اللي كاينين في لونسومبل E راه نفسهم كاينين في لونسومبل F مزيان اذا هنا ممكن بي دو اف نغومبلاسيها بي دو بي دو او نغومبلاسيها بي دو اف ساهله حيت صافي ديجا عندي داكشي اللي خاصو يكون عندي دونك ايسي غادي نقول كو لو سانغلو طون اكس راه غيكون ابارتيان لبي دو اف فوالا امبليك دونك هادشي امبليك هنايا يلا دابا قلتها لكم قلت لكم كو فاش يكون عندنا خدمنا ب x فاش يكون عندنا x appartient l'ensemble e هادشي implique que le singleton ديال x appartient ل p de e مزيان هنا عندي l'équivalence صافي دير ممكن من هنا لهنا اولا من هنا لهنا انا هنا شنو عندي بلاصه e هنا عندي f دونك تو سامبلومون نحط هنايا اف باش تفهموا نحط هنايا اف فوالا اذا كانت عندي هادي ممكن ما تبقاش عندي هادي وندير هادي بلاصتها المهم راه عندي ليكيفالونس دونك بحال هادي بحال هادي اذا ديريكتومون هنا غادي نكتب كو اكس راه تكون ابارتيان لاف دونك هنا شنو مونطريت هنا دونك راني مونطريت باللي اكس appartient à E implique que X appartient à F. Mais d'où idem je n'aurais qu'on a dit fait le cas là à ce qu'on a dit E inclus dans F. Donc, هني بينت l'implication l'oulénia بينت l'implication tania. في الاخر غادي نقول بار سويت راه غيكون عندي هذا ايكيفو ا هذا alors بار سويت دو بوين فرا او انكلو دون اف ايكيفو ا بي دو او انكلو دون بي دو اف اي فوالا اي كوم سا لي زامي غنكون ساليت معكم هاد ليكزارسيس مش هاد الكيسيون هادي نتلاقاو في فيديو جديد السلام عليكم